بالنسبه لحدوث الجلطه القلبيه، هلا لما بدها تحدث الجلطه القلبيه بكون في مرض في نفس الشريان في الاساس، يعني بكون في عندنا صفيحه دهنيه، وهذه الصفيحه الدهنيه بتكون على سبيل المثال على جدار الشريان، هو بكون مدور الشريان، بتكون على جدار الشريان. فلما بتكسر هذه الصفيحه الدهنيه بتصير الصفائح الدمويه تتجمع عليها على اساس انها اعتبرته كجرح. هلا اذا الانسان انجرح، اللي بيضمد هذا الجرح من الجسم نفسه بمنع استمرار النزيف، هي الصفائح الدمويه لما تصير تتجمع على المنطقه اللي صار فيها خدش في جدار الشريان اللي انجرح، وبالتالي كسر الصفيحه الدمويه داخل جدار الشريان القلبي هذا يؤدي الصفائح بتتعامل معه زي كانه جرح، وبتروح بتتجمع على هذه الصفيحه المنكسره على اساس تضمد هذا الشريان المتضرر. ولكن تجمع الصفائح عليه وتجمع المواد البروتينية الأخرى عشان تعمل خثرة إنها توقف من تضرر هذا الشريان، للأسف إنها بتتراكم في نفس داخل جدار الشريان، وهناك بتتكون الخثرة الدموية.